عندي لقطة بعرضها عليك وعلى الكابتن حاتم خيامي. الهدف الثاني اللي سجله سعود عبد الحميد للهلال هو كمل الهجمة إلى أن وصل تقريبا إلى منطقة الجزاء وسجل هدف. لقطة مشابهة نفسها في الشوط الأول اللي مع ميشيل، هذه مبادرة لاعب ولا كلام مدرب؟ يعني شوف هذه لقطة ميشيل الشوط الأول سددها، صدها الحارس، سعود واصل ال 18 أو الستة، وفي الكرة الثانية هو كمل. هذه مبادرة لاعب ولا طلبات مدرب؟ هي الكرة منين؟ الكرة من ناحية اليمين هتبقى ده طلبات مدرب. لو الكرة من أي اتجاه تاني يقول لك لا ده بدل من دماغه، لأن بص مثلا لما تبص هتلاقي الكرة رايحة ميشيل، هو اللعيب الباك اللي في ظهره، فبيعمل زي عادية 2 ضد 1 مع قدرته البدنية، إن هو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني يمسك خشب. سعود بدنيا من أقوى اللعيبة اللي شفتها في حياتي. بدنيا ما شاء الله بيدافع وبيهاجم، وممكن تلاقي 90 دقيقه رايح جاي، فهو قوه بدنيه، وفي نفس الوقت ما هي طول ما هي من ناحيته الكوره هو بيعمل كثافه عاديه دايما، لانه هو اصلا لعيب هجومي من ناحيه اليمين، فكل كوره ما تكون ناحيه اليمين هتلاقيه هو اللي بيجري، بدل لعيب في بره موجود لعيب بره هو يخش جوه عمق الملعب، فدي طبعا اكيد حاجه متدربين عليها، وفي نفس الوقت قوه بدنيه جباره ما شاء الله. يعني ابو اميره والله وجهتنا اوكي. شو الشوط الثاني شغل مدرب، لما قلت لك نزل حسان تنبكتي وخلى سعود هو المفتاح حق المباراة وفعلا نجحت، لكن هذه بالتأكيد ظهير يروح ينطلق من منطقة رأس الحربة يخترق الملعب بالضبط، وترى في كورة والله بوجود في كورة قلت لك قبل الهدف ترى راح يضغط على المعيوف، ما شاء الله عليه ترى بيلعب بروح مش طبيعية. أبو أميرة هنا أبو أميرة إذا تسمح لي أبغاك تشوف الصورة اللي على اليسار، ترى هو برا الكادر، شوف برا الكادر إيه. بعدين فجأة طلع، شوف إيه برا صح صح ما تدري من وين طلع، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله، شوف يا بوجود اقول لك شيء، تعرف كوره زي هذه لا اي لاعب يوقف يتفرج صح ولا لا، خاصه ظهير مظبوط ولا لا، كوره راحت قدام خلاص، الروح هنا والفكر حق اللاعب الكبير واللياقه البدنيه اللي تساعده على يسوي كذا، هذا سعود عبد الحميد. لما نتكلم الان في ظل المشكله الكره السعوديه، لاعب مثل هذا لو انا مسؤول طبعا لا ازعل الهلاليين، لا بيزعل لا بيزعلوا بالتاكيد بيزعلوا اكيد، لكن الهلال قادر على التعويض يا ما مروا على اللاعبين، هذا اللاعب لازم يروح برا، حرام هذا يجلس سنتين ثلاثه ما عاد يقدر يروح برا، لازم يروح برا، هذا اللاعب حيزيد اكثر وحيكون اكثر من كذا، حيلعب في اكبر فرق العالم، شفناه في كاس العالم مش بس المباريات هذه، واحد يقول لك محليا لا، في كاس العالم كان اهم لاعب في المنتخب السعودي من اهم لاعب البطوله، هذا اللاعب لازم يكون برا، يعني نبغى 4-5 لاعبين يكونوا برا تكتمل الصوره للكره السعوديه. شوف يا بوجود اخر جمله اللي بنتكلم عليه على اللقطه هذه اللي بنتكلم عليه، انه هذا النجم الكبير سعود عبد الحميد انت ايش تبغى من اللاعب؟ سن صغير ما شاء الله، فكر عالي، ظهير عصري، لياقه بدنيه عاليه، واضح ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه انه بينام بدري بيتغذى كويس، ترى ما حد يقدر يسوي السبرنتات هذه. لاحظ الشيء المهم، انت لما تكون 10 لاعبين وكابتن مجدي عارف هذا الكلام، ترى من 10 لاعبين في الملعب ترى العشر لاعبين بيأدوا شيء مضاعف، لياقه بدنيه مضاعفه في الملعب، بتعوض اللاعب الناقص اللي عندك. في ظل هذا لاخر دقيقه وفي الوقت الضايع، ولاحظ 15 دقيقه الشوط الاول وقت اضافي وقت بدل ضايع، والشوط الثاني 7 وهو يجري لنهايه المباراه، هذه دليل على انه هذا اللاعب ما شاء الله، هذا اللاعب المثالي السعودي اللي الان يجب انه بعون الله روح برا، واي لاعب يتعلم ويساله ايش بتسوي كيف عايش برا، بصراحه سعود يستحق كل التقدير ويستحق التصفيق لانه نجم كبير، واليوم هو كان منقذ الهلال بالتاكيد.